موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنا نعيد قراءة درس الأمس. قال ابن كثير رحمه الله: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان. وهذا في الحقيقة لم يرد في الكتاب ولا في السنة أنه قال لهما هذا الكلام، أنه أعلم بهذا المكان. وهذا قال وهذا من باب المفاعلة، والمراد أحد الطرفين، يعني أصل صيغة المفاعلة فاعل تقتضي اشتراك الطرفين في الفعل. قاتل أو قاتلهما أو قاتله، يعني وقع القتال من هذا ومن هذا. تضارب، يعني كل منهم ضرب الآخر. والمراد أحد الطرفين، يعني ليس المقصود أن آدم أقسم ولا حواء، ولكن هذا قاسمهما بمعنى أقسم لهما. يقول كما قال خالد بن زهير ابن عم أبي ذؤيب: وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذ ما نشورها. أي حلف لهما، ده إبليس حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله، فقال: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: من خدعنا بالله خدعنا له. هذا الاحتجاج بهذه القصة على هذا المعنى، وهو أن من خدعنا بالله إن خدعنا له أو خدعنا له، وأن المؤمن قد يخدع بالله، فهذا استدلال غير صحيح وليس ما فعله آدم عليه الصلاة والسلام صوابا حتى يحتج به. أن قبل قول إبليس إني لكما لمن الناصحين وقسمه بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فلو أقسم لنا مقسم بأني قد جربت مخالفة أمر الله وأن ذلك كان نافعا، لم يجز لأحد أن يقبل قسمه، ولا يقول من خدعنا بالله خدعنا له. بل هذا في القضاء بين الناس، لا يصح أن يقضي القاضي لكل من حلف إذا كانت البينة قد قامت على يعني أمر معين لأحد الطرفين وأقسم الآخر بالله إنه لمن الصادقين، لم يقبل.
إلا في المواطن التي شرع فيها اليمين وقبول اليمين، وليس أن كل أحد حلف لنا قبلنا ووجب علينا قبول ذلك. لكن إذا لم توجد بينة، والبينة هي الشهود العدول أو الاعتراف السابق على هذا اليمين، فإذا كان الإنسان ليس عنده بينة شرع قبول يمينه ولو كان كافرا، وشرع العمل بذلك لعدم البينة بخلاف يمينه. ولذلك لا يصح لنا أن نقول من كل من خدعنا بالله خدعنا له، فقد كان خدعة إبليس لآدم سببا لشقاء آدم وبنيه قبول هذه الخدعة. وأما الأثر فمنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعتق من يحافظ على الصلاة من عبيده، فكان بعضهم يصلي أمامه ويقسم له بالله أنه يصلي أيضا في الأوقات التي لا يكون فيها موجودا أمامه حتى يعتق. فقيل له، فقيل ابن عمر إنهم يخدعونك، فقال من خدعنا بالله خدعنا له، لأن الإنسان إذا لم يكن موجودا مثلا مع أحد ممن يكلفه بالصلاة فأقسم له، يعني هو مش مراقبه 24 ساعة، فيقول له صليت، يقول له والله صليت، خلاص يبقى صلى، لأنه ممكن يكون صلى وإيه وهو مش قدامه. لكن إذا يعني هذا ليس مما قامت فيه البينات على المخالفة، فضلا عن مخالفة أمر الله عز وجل. أما إذا قامت البينة على خلاف ما ادعى لم تقبل. وأما الحديث الصحيح أن عيسى صلى الله عليه وسلم وجد سارقا يسرق فقال له سرقت؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. فهذا أيضا له معنى صحيح محتمل، وذلك أن هذا السارق في الظاهر سارق، لكن قد يكون له مال على هذا الشخص الذي أخذ منه. فطالما أن هناك احتمال ولم تقم البينة لم يبنى عليها عمل، فلذا قال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، تعظيما لاسم الله عز وجل ولقول لا إله إلا الله والقسم بالله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا موافق لما ذكرنا، إذا كان هناك احتمال لم يعمل بمجرد الاحتمال. ولذلك لابد وأن يأتي الشخص الآخر ويدعي أن هذا الشيء الذي سرق منه هو يملكه، أنه لا ديون بينه وبين هذا الرجل على استحقاقات. ثم بعد ذلك لو ثبتت البينة على السارق لوجب معاملته بها، وجب قطع يده ونحو ذلك. أما إذا لم تثبت بينة وإنما شهد الشاهد واحد فقط أنه أخذ شيئا من مال فلان من بيت فلان، فهذا يجب التثبت وأن لا يعمل بهذا الشاهد الواحد حتى ينظر في المعاملات بين السارق ومن سرق منه. الخلاصة إن الاحتجاج بالقصة دي على
من خدعنا بالله، إن خدعنا له أو خدعنا له ليس استدلالا صحيحا، والله أعلى وأعلم. وليس هذا موطن هذا الكلام. قال أبو جعفر ابن جرير في الآية يعني جل ثناؤه بقول وقاسمهما وحلف لهما، كما قال في موضع آخر تقاسموا بالله لنبيتنه، بمعنى تحالفوا بالله، وليس الطرف الآخر هو الذي أقسم، ليس صالح هو الذي أقسم. وكما قال خالد بن زهير ابن عم أبي ذؤيب وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها. بيقول في البيت ده بيقولوا في المرأة، بيقول من قصائد التي تقارضها هو وأبو ذؤيب في المرأة التي كانت صديقة عبد عمرو بن مالك، أكان أبو ذؤيب رسوله إليها؟ فلما كبر عبد عمرو احتال لها أبو ذؤيب فأخذها منه وخادنه، وغضبها أبو ذؤيب، فكان رسوله إلى هذه المرأة ابن عمه خالد ابن زهير، ففعل به ما فعل هو بعبد بن عمرو، أخذ منه المرأة فخادنه، فغضبه أبو ذؤيب وغضبها، وقال لها حين جاءت تعتذر إليه تريدين كي ما تجمعيني وخالدا، وهل يجمع السيقاء السيفان ويحكي في غمدي في غمدي، إلى أن يعني قال هذه البيت بقى وجبها طويلة أوي، بس مش ده المقصود. يعني بيقول وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشرها، بمعنى وحالفهما بالله، كما قال أعشى بني ثعلبة رضيعي لبان ثدي ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض عوض لا نتبرقه، بمعنى تحالفا. وقوله إني لكما لمن الناصحين أي لممن ينصح لكم في مشورته لكما وأمره إياكما بأكل ثمر الشجرة، بأكل ثمر الشجرة التي نهيتما عن أهل عن أكل ثمرها. وفي خبر إياكم بما أخبركما به من أنكما إن أكلتماه أكلتما الثمر كنتما ملكين أو كنتما من الخالدين. عن قتادة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فحلف لهما بالله حتى خدعهما، وقد يخدع المؤمن بالله، فقال إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا له. هذا الأثر أو هذه القصة تدل على خطر التقليد في خلاف أمر الشرع، ولو زعم أن الذي يقلده أكثر علما وأعلم بالله وأكبر سنا ونحو ذلك، فإن هذا لا عبرة به أمام الدليل، كون آدم عليه السلام علم أمر الله عز وجل فلا يجوز اتباع أحد في مخالفته، كما قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس. فلذلك
يجب على كل أحد علم شرع الله عز وجل وأمره أن لا يتبع أحدا بظن أنه أعلم منه أو أكبر منه، وأن يقول أنا يعني اتبعته لأنه أسبق ونحو ذلك، بل يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يتبع أحدا في مخالفته. قال تعالى: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال أبو جعفر ابن جرير، يعني جل ثناؤه بقوله فدلاهما بغرور فخدعهما بغرور، يقال منه ما زال فلان يدلي فلانا بغرور، بمعنى ما زال يخدعه بغرور ويكلمه بزخرف من القول باطل. فلما ذاق الشجرة، يقول فلما ذاق آدم وحواء ثمر الشجرة، يقول طعما بدت لهما سوآتهما، يقول انكشفت لهما سوآتهما، لأن الله أعراهما جعلهما عريانين من الكسوة التي كان كساهما قبل الذنب والخطيئة، فسلبهما ذلك بالخطيئة التي أخطأ والمعصية التي ركبا، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يقول أقبل وجعل يشدان عليهما من ورق الجنة ليواريا سوآتهما. عن ابن عباس: جعل يأخذان من ورق الجنة فيجعلان على سوآتهما. عن فطرة الإنسان في ستر العورة، بمجرد أن انكشفت مع أنه لم يكن يعني في الجنة غيرهما، ومع ذلك سارع إلى ستر العورة وإلزاق ورق الشجر من ورق الجنة على العورات لسترهما. فسبحان الله، يعني كشف العورات لا شك أنه خلاف الفطرة، وأنه سبب لشقاء الإنسان لا لسعادته. وأعداء الأمة يعني يسارعون في نشر كشف العورات بالتبرج والفساد، وكذلك من ينشرون المواقع الإباحية، فإنهم يشقون أنفسهم وأصحابهم. قال عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان آدم كأنه نخلة سحوق. السحوق يعني طويلة كثير الشعر، فلما وقع بالخطيئة بدت له عورتها وكان لا يراها، فانطلق فرا فتعرضت له شجرة فحبسته بشعره، فقال لها أرسليني، فقالت لست بمرسلتك، فناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني استحييتك. عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة. قد سبق أن ذكرنا ترجيح ابن جرير وابن كثير وغيرهما في أن الله أخبرنا بالنهي عن شجرة دون أن يسميها سبحانه وتعالى، شجرة معينة لم يخبرنا بها ولم يثبتها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لنا فيها. قال: فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما
وكان الذي وارى عنهما من سوءاتهما أظفارهما. هذا خلاف ظاهر الكتاب في أن السوءات هي العورات، وظاهر ما نقل قبل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وظاهر الحديث السابق عن أبي بن كعب بدت له عورته. تسمية الظفر عورة ليس بسديد. قال: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين. أيضا هذا لا حاجة لنا بمعرفته. يلصقان بعضهما إلى بعض، فانطلق آدم موليا في الجنة فأخذت برأسه شجرة من الجنة فناداه: أي آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني استحييتك يا رب. قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال: بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال: وهو قول الله وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. قال: فأهبط من الجنة وكان يأكلان فيها رغدا، فأهبط في غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث، فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصده ثم داسه ثم ذراه ثم طعنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وغدا إن شاء الله الدرس يبدأ 45 دقيقة، 6 إلى 10 يبدأ الساعة 5:40، 6 إلى 10، 6 إلى 3، 6 إلى 3 إن شاء الله تبارك وتعالى. 45 دقيقة، 6 إلى 3. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.